السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات الأخيرة تاع المنسق ما بين الرابطات، منسق ما بين الرابطات وين يحلم بأن يصبح رئيس اتحادية، يحلم بها وشنا كيفاش كاع التخطيط اللي داره. ان شاء الله بربي يطيح في الماء، التخطيط كاع اللي داره يطيح في الماء ان شاء الله بربي. يحلم باش يكون عضو فعال في الاتحاد الافريقي، يحلم باش يكون رئيس اتحاديه من اجل اكمال مشروع اللي راهم في الحبس. يعني كل الصوالح اللي داروهم حنا شنا كيفاش تصريحات اليوم تاوعه اللي يتكلم عليهم ويقول لك، يقول لك باللي المنتخب الوطني تابع الاتحاديه، هذه اكبر غلطه. المنتخب الوطني نهار اللي احتاجيته وصلنا الكار دو فينال دومي فينال فينال، الشعب جبد الدراهم من جيبه، ماشي انت خلصت عليه، الشعب جبد الدراهم من جيبه وراح يسيبورتي ويساند المنتخب الوطني بيتم اللاعبين ما يحسوش بروحهم راهم وحدهم. ما تقولش هذا المنتخب تاع الاتحاديه تابع الاتحاديه، راه تابع الجزائر اللي راه حاميه الشعب الجزائري. روحوا سقسوا جمال مناد، سقسوا جمال مناد، روحوا سقسوا جمال مناد علاش ماجر ولا كانوا في كما يقول في الطريق اللي طرد كل لاعبين محترفين. علاه؟ شكون اللي كان مسانده؟ شكون اللي كان جاي معاه في الفكره وافكار واحده؟ خاطش ماجر كان مستشار، ماجر كان مستشار ومن بعد ولا مدرب. مستشار كانوا في رحبة، بلاكار جماعة جايين في رحبة، جايين كاع في رحبة. روح سقسو جمال من جمال مناد، هو على بالوش تا كاين، هو جبد. حنا ديما الديفو اللي فينا، حنايا الديفو اللي فينا نجبدو الميت، نجبدو اللي يكون ميت، كي يكون حي ينقولو الكرسي، وكي يموت قيسوا عليه ديك الغبره اللي مسحوها يقيسوها عليه. انا مانيش ندافع على ماجر، بصح هذه العقليه تاع ناس اللي يكونوا خبثاء، كي يكون حي ينقولوا يقلعوا الغبره ويدسوها في جيوباتهم، ونهار اللي يموت يقيسوا عليه الغبره. بصح انت كو جبدت كيفاش المنظومه كيفاش كانت تخمم باش يطردوا حدا، شلنا التصريحات مقبل رئيس اتحاديه كيفاش كان يتكلم هذا المسؤول تاع كره القدم، كيفاش كانوا يتكلموا، كانوا يتكلموا باش ملهيها نجيبوا الا واحد زوج الاحسن، وهنايا يكون 90% لاعب محلي، ولازم المدرب تاع المنتخب الوطني يقعد عام كامل لهنا اللي مازال ما شلناش. شكون اللي يهدرها؟ شكون اللي يهدرها ضربك؟ شكون اللي يتكلمها؟ شكون اللي يتكلم يقول لازم المدرب يجي يسكن هنا؟ شكون اللي يتكلم؟ وين راهي خيره اللي يجي يتكلم، اللي يجي يتكلم ويقول لازم المدرب يقعد هنايا؟ ورولي ذي خيره. هذه المدامه اللي راكم غادي تربوها وتهدر، شكون هي هذه المدامه اللي تهدر؟ شكون؟ بالنسبه لي انا نشوفكم مدامات وراضيات، راضيين. شكون هذا الراضي اللي ينجم يخرج هذه الهدره تاع لازم كيما قالها نهار الاول؟ قال لهم المدرب لازم يقعد هنا، انا ضد المدرب اللي يقعد 25 يوم هنا بالجزائر. بكري كان المدرب يقعد 25 يوم هنا بالجزائر، وفي سيدي موسى جا هو قال لك انا ضد تاع 25 يوم، لازم المدرب يسكن هنا. حنا شناهم الناس يجوا مع اللاعبين مع تربص من الاكراس والروح، كانوا يجوا ويروح كاع المدربين. شدنا حتى حمله من السياسيين، كان يحيى ذاك ولد عباس كاع ولا يقولك بلي تعليه يخافوا التيبيه تاعهم، هضروا ولا ما هضروهاش؟ اليوم انت تجي تقولي بلي هذا هذا الكاس الافريقيا ما جابوش غير لعابه وحدهم بعامل تاع زاتشي، هذه ما نجيش معاك. انا على بالي بلي زاتشي نهار اللي داروا الانتخابات تاع انفيرتينو في باريس، قال الاتحاديات رؤساء الاتحاد كملوا انتخابات قلعوا تاع السنغال تاع نيجيريا الكاميرون منا قلعوا، يوقفوا على الكبيره والصغيره باش يروحوا لمصر. حنايا شنا
رئيس اتحاديه تاعنا، راني نكذب عليكم، روحوا شوفوا وين راح. وهدرتها في وقتها بانيك، هدرتها في وقتها، قال لا راح، قال لهم لا ما نجيش، فوت شاف، فوت افتتاح تاع كاس العالم تاع السيدات اللي داروها في فرنسا 2019، فوتها، فوت افتتاح، تفرج وقيله ماتش. مين عيطوا له قالوا له بلي شاعل لهنا بين بالماضي ومدان، قال لهم ما على باليش بهم، قال لهم ما على باليش بهم. قال لك هما اللي شكون اللي دار، شكون اللي وجد التحضيرات في قطر، شكون اللي وجد التحضيرات في قطر؟ هما كانوا باغي يديروها التحضيرات، بغاو يديروها في اسبانيا، ومن بعد بغاو يديروها في طليان، ومن بعد قال لك نروحوا لفرنسا. شكون اللي دار؟ هادو داروا ما داروش، انت درت ما درتش. اليوم ما تنسبوش المنتخب الوطني اللي كنتوا تحطموا فيه لمركز البنت نيجيريا اللي طردتوه، ما تنسبوش الاتحادية. الشعب الشعب الجزائري هو اللي حماد المنتخب، هو اللي وقف مع هذا المنتخب. ناس راحت بدرهمها خلصوا 3 ملايين وراحوا باتوا فماك وقعدوا بالكشاي باش جاو. اليوم ما تجيش تقول لي بلي هذه الاتحادية اللي ما وقفتش مع الشعب اللي خلاته فماك، جاو خلاوها وراحوا هي تربحوا. الدولة هي اللي جابتها. اليوم انت هذه الاتحاديه ما تجيش تقول لي بلي تسال في هذا الكاس الافريقي، هذا الكاس الافريقي ما يسالوش به، خاص ما عملوا والو. هذه الاتحاديه اللي كانت تخطط باش تطرد كاع اللعابه، هذا الاتحاديه قال لك اللعابه يردوا رجليهم، حضرها رئيس اتحاديه في قناه الشروق، حضرها في حصه تاع ذاك حمود يديرها، كان معاه مصطفى معزوزي، كانوا كاع قاعدين. قال له انا شاطر مصطفى معزوزي كي قال بلي هاد اللعابه ما يجوش بالقلب، قال له نزيد نكمل له، قال له بلي يردوا رجليهم، راهم رابدين رجليهم. هذا رئيس اتحاديه قالها. والنهار اللي جا جمال بالماضي رئيس اتحاديه شا قال؟ قال نطلب من الجوار يحطوا رجليهم. مي قالوا على الصحابي؟ قالوا كانوا رابدين رجليهم. شوف كيفاش درك رئيس اتحاديه يتهم فيهم بالخيانه، هذه تعير بدرجليه تما خيانه سي محمد. درك انت رئيس اتحاديه تتهم في اللاعبين بالخيانه، ومين ربحوا تقول بلي انا جامي جامي. هذيك وخليتو باش الشعب في طوي امنكم، وخليتو في الندوه الصحفيه الجايه، وخليتو الاخر هدرها. هيا بتوع الشعب يجي معاكم كاع، يقول لك زاتشي هو اللي جابها، بالك هو غادي يهدر يقول بلي زاتشي. الا تنازل شويه من الاخرى تاعه يقول بلي زاتشي جابها، بالك غادي يقول زاتشي جابها. تو الشعب قاعد يجي معاه تو قاعد تحب القلا اللي نوض زاتشي 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 زاتشي، قاعد يقلزو زاتشي 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 زاتشي، بالك يتنازل من شويه الاخرى تاعه ويعطيها له. هذه هي الحقيقه تاعها. ايش اليوم تقول لي بلي ودي زاتشي هو اللي كان سبب في جلب كاس افريقيا؟ لا لا، انتم عارفين والناس اللي على بالهم كيفاش جات كاس افريقيا، كيفاش جبنا كاس افريقيا، 50 من لعابه و50 خيرات الجزائر، 50 من لعابه و50 من خيرات الجزائر، هذه باش يكون على بالكم. اللي بيفهمها يفهمها، فهموها كي بغيتو. كانوا لعابه ملاح شويه، وزيد 50 الخيرات تاع الجزائر، كثر خير الخيرات تاع الجزائر. كاين بزاف شركات اجنبيه هنا في الجزائر، كاين بزاف شركات اجنبيه هنا في الجزائر، باش يكون على بالكم. هذه باش يكون على بالكم برك. ما زاتشي ما تا واحد، كثر خير الخيرات تاع الجزائر. الرئيس تاعنا تا راح منا فينال دومي فينال ولا فينال، راح سنيا بيناتي ملغيه، بيناتي فالاب تلغات. ولي بيا هذه انا على بالي بلي يدخلوا ناس يعايروا منا منا، بصح هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه، لازم تعرفوا الحقيقه، خاصكم الحقيقة. انتوما تحوسوا على الحق، انتوما الشعب تاع حق، لا انتوما حنا الشعب تاع حق، حنا ندافعوا على الرسول، تما الرسول يبغي الحق وانتوما تبغوا الحق، هذا هو الحق. ماشي تبغوا تشوفوا حق شوية
والباطل بزاف.